هل يجوز القراءة بسورتين قصيرتين في صلاة الفريضة تفركها الواحدة؟ نعم، لأن الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد كان يقرأ قل هو الله أحد مع سورة، فقال أصحابه إما أن تقرأ قل هو الله أحد أو تجتزئ بالسورة، قال إن أحببتم صليت بكم وإلا بحثتم عن غيري، فأقره الرسول على صنيعه.